بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعتبروا بما قصه الله عليكم في القرآن العظيم من قصص الأنبياء والمرسلين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثاً يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن العظيم من قصص الأنبياء والمرسلين لحكمتين عظيمتين. الحكمة الأولى تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلبه على المضي في طريقه في الدعوة إلى الله والصبر على أذى قومه، ووعده بالعاقبة الحميدة كما حصل لإخوانه المرسلين. والحكمة الثانية تختص بنا نحن، وذلك بأن نعتبر بقصص أو قصص الأنبياء والمرسلين وإخواننا من المسلمين السابقين حتى نتأسى بهم ونسير على طريقهم. ومن أعظم ما قصه الله في القرآن قصة موسى عليه السلام، فإن الله سبحانه وتعالى ذكرها وكررها في القرآن مطولة ومختصرة في مواضع كثيرة، لأن قصته عليه الصلاة والسلام أشبه ما تكون بقصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا ذكر قصته مبسوطة في سورة الأعراف وفي سورة القصص، وذكرها مجملة في مواضع من القرآن، وذلك أن فرعون الذي هو ملك مصر من القبط كان متجبراً وكان يدعي الربوبية ويقول: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. بلغ به الطغيان والجبروت إلى أن يرفع نفسه إلى مقام الربوبية والجراءة على الله، وأيضاً بلغ به الطغيان والظلم إلى أن يتجبر على بني إسرائيل وأن يستضعفهم وأن يذلهم وأن يعذبهم بأصناف العذاب. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يقضي على هذا الجبار وأن ينصف بني إسرائيل ويجعل لهم العاقبة. كان متخوفاً
من بني إسرائيل، لأنه قد اضطهدهم اضطهادا عظيما، وهم أفضل الناس في وقتهم، لأنهم من ذرية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من ذرية إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فكان يخاف منهم أن ينتصروا عليه وأن ينتقموا منه، فكان أن أمر بذبح أبنائهم واستحياء نسائهم، ذبح أبناء بني إسرائيل لئلا يظهر منهم من ينتصر لقومه، واستحياء نساء بني إسرائيل للخدمة ليخدموا في بيوت القبط والجبابرة، إلا أن القدر نافذ والحذر لا يقي من القدر، فقد قدر الله سبحانه وتعالى أن يديل الدائرة على بني على القبط وأن ينصر المستضعفين كما هي سنته سبحانه وتعالى في خلقه، أنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فلما كان يقتل في أبناء بني إسرائيل لم ينفعه ذلك مما كان يحذر، بل إن الله سبحانه وتعالى لما حملت أم موسى عليه السلام، لما حملت به أوحى إليها، أي ألهمها وحي إلهام لا وحي نبوة، ألهمها لأنها تتخلص من متابعة هذا الجبار، فألهمها أن تصنع صندوقاً من الخشب يسمى بالتابوت، وأن تضع طفلها فيه، تختمه عليه وتغلقه عليه، فإذا خلت به أخرجته وأرضعته، وإذا خافت وضعته في التابوت وأغلقت عليه. فصادف أن دخلوا عليها، بلغهم الخبر، خبر ولادته، دخلوا عليها فألقته في اليم، يعني في النهر بأمر الله، ألقته في النهر بأمر الله سبحانه وتعالى، وسخر النهر في أن يحمله ولا يناله بسوء، فحمله النهر إلى قصر فرعون، إلى قصر فرعون. فلما رأى خدم فرعون حاشيته، رأوا هذا التابوت، تبادروا إليه، وكان من جملتهم امرأة فرعون، فلما أخذوه وفتحوه وجدوا فيه الغلام، فأشفقت عليه امرأة فرعون، سخرها الله له، فقالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وأثرت على فرعون بأن يتركه، فتركه ولم يقتله، ورباه في قصره، وصار يركب معه في مواكبه، ويأكل من طعامه، ويلبس من ملابسه، فصار كأنه من حاشية فرعون. في يوم من الأيام انفرد موسى عليه السلام من الموكب ومن مرافقة فرعون، فكان يمشي في المدينة إذا هو برجلين يتضاربان، واحد من القبط جماعة فرعون، واحد من بني إسرائيل جماعة موسى،
فاستغاثه الذي من شيعته، أي الذي من قبيلته من بني إسرائيل، على الذي من عدوه. فموسى بادر بنجدته وإغاثته، فضرب القبطي بيده بجمعه فوكزه، يعني دق عنقه لقوته عليه الصلاة والسلام، ومات الرجل. فأصاب موسى من ذلك خوف شديد، وندم على ما فعل، لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ومع أنه لم يتعمد قتلها، ولكن خاف من التبعة، وخاف من فرعون ومن جماعة القتيل خوفا شديدا، تاب إلى ربه، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. دل على أن قتل الكافر المستأمن أنه لا يجوز، ولو كان كافرا وعده ظلما واستغفر منه، فلا يجوز الاعتداء على العدو بغير حق، لا يجوز العدوان، لا يجوز على أحد حتى مع الأعداء ومع الكفار، لا يجوز القتل إلا بحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فصاروا يبحثون عن القاتل، صاروا يبحثون عن القاتل. مرة ثانية عليه السلام، وإذا بالرجل الإسرائيلي يتضارب مع القبط، فاستغاثه مرة ثانية، فموسى عليه السلام وبخه، قال له إنك لغوي مبين. ثم إنه أراد أن ينتقم من القبطي، فقال الإسرائيلي أو القبطي: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فعند ذلك ظهر القاتل وعرف، وبان أمره أنه موسى عليه السلام، وكانوا يبحثون عنه، فعزموا على قتله وأرسلوا في طلبه. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يعني يسرع إلى موسى عليه السلام، وحذره، قال: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، تلفت أن يلحقوا به، ثم دعا ربه أن يهديه سواء السبيل، وأن ينجيه من القوم الظالمين، لأن الله جل وعلا هو المستغاث وهو المستعان، لا سيما في الشدائد. فسار إلى مدين، إلى ديار مدين قوم شعيب، سار إليها ماشيا إلى أن وصلها وقت الظهيرة، وهو جائع والوقت حار، فوجد امرأتين مع غنمهما والناس يسقون، والمرأتان تذودان الغنم، يعني تدافعان الغنم أن ترد مع غنم الناس لأنها عطاش. فسأل: لماذا لا تسقيان؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يطردون النساء والضعفة، يطردونهم من الماء حتى يأخذوا حاجتها. فسقى لهما عليه الصلاة والسلام مع ما هو فيه من الجهد ومن التعب، إلا أنه أدرك حاجة المرأتين فأغاثهما وسقى لهما. ثم انتهى الأمر إلى أن طلبه أبو المرأتين، وكان كبير السن لا يستطيع أن يساعد ابنتيه، أبونا شيخ كبير، دعاه الرجل وسأله عن خبره فأخبره، قال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين.
ثم إنه عرض عليه أن يزوجه ابنته إحدى ابنتيه على أن يرعى الغنم 8 سنين أو 10 سنين مهراً للبنت، فقبل موسى عليه السلام، وهذا فرج من الله سبحانه حيث وجد من يؤويه ووجد من ينفق عليه ووجد من يزوجه، هذا فرج من الله سبحانه وتعالى. ولما انتهى الأجل سار موسى راجعاً إلى مصر، لأنه أدركه حب وطنه وحب أهله، فسار بأهله يعني بزوجته متجهاً إلى مصر، وفي الطريق أصابهم برد شديد وضاعوا عن الطريق وأظلم الليل عليهم، فصاروا في برد وفي جوع وفي تيه من الطريق. إذ أبصر ناراً في الجبل، في جانب الجبل، فأمر أهله أن ينتظروا وذهب إلى النار ليأتي منها بشيئين: الشيء الأول أن يأتي بجذوة وقبس ليوقد النار لأهله يصطلون عليه من البرد، الأمر الثاني أن يسأل عن الطريق. فلما قرب من النار وإذا هي ليست بالنار المعهود، نار تتأجج في شجرة خضراء، شجرة خضراء والنار تتأجج فيها، فهي ليست هي النار المعهود. بينما هو كذلك إذ ناداه ربه جل وعلا: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فناداه ربه وطمأنه، ثم إنه أعطاه آيتين: الأولى قال له ألق عصاك، فألقاها فانقلبت حية عظيمة، خاف منها موسى عليه السلام وولى هاربا منها. والآية الثانية أمره أن يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء كالشمس من غير سوء، يعني من غير برص. فلما أعطاه الآيتين قال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. موسى عليه السلام تذكر شيئين: الشيء الأول أنه ألسغ اللسان ليس بالفصيح، وهم يحتاجون إلى بيان وإلى وضوح في الكلام، والشيء الثاني أنه قتل منهم نفسه فيخاف أن يقتلوه، طلب من ربه أن يجعل أخاه هارون معه يساعده: رد أن يصدقني، اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. أعطاه الله ذلك، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فذهب موسى وهارون إلى فرعون الجبار المتكبر، وعرض عليه الدعوة وعرض عليه الإسلام وعرض عليه أن يرفع الظلم عن بني إسرائيل، إلا أنه تكبر وتجبر وأنكر وتغيظ وأنكر أن يكون هناك إله أو رب غيره. عند ذلك أقام عليه البينات والبراهين لصدق رسالتهما، ومن ذلك أن موسى عليه السلام ألقى عصاه عنده فصار حية تسعى، انقلب الجماد إلى حيوان يروح هائل، معجزة من المعجزات الإلهية التي لا صنع للبشر فيها. والثانية أنه أدخل يده في جيبه فخرجت بيضاء، أدخلها عادية ثم
ثم خرجت بيضاء. عند ذلك ادعى فرعون أن هذا السحر وأن عنده سحرة يعرفون السحر، فجمع السحرة وتواعدوا مع موسى عليه السلام في يوم معين. فلما حضر الجمع الكبير والحشد الهائل لينظروا من الذي يغلب، عرضوا على موسى أن يلقي ما معه، لكنه عليه السلام طلب أن يلقوا هم ما معهم أولا، فألقوا ما عندهم من السحر التخييل والتدجيل والقمرة، وجاءوا بسحر عظيم لأنهم مهرة في السحر، قد بلغ السحر في وقتهم مبلغا عظيما، فجاءوا بسحر عظيم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. عند ذلك ألقى موسى عصاه والناس ينظرون إليه، ألقاه فالتقمت كل ما صنعوا، كل ما صنعوا التهمته في جوفها، حتى أنهم خافوا أن تتجاوز إليهم وأن تلتهمهم، فسألوا موسى أن يحبسها عنهم، فدنا موسى منها وأخذها بيده فعادت عصا. فعند ذلك أدرك السحرة أن هذا ليس بسحر، لأنهم يعرفون السحر، أن هذا إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فسلموا لموسى وسجدوا لله عز وجل. عند ذلك هددهم فرعون بالقتل والصلب ونفذ ما يقول، ولكن لم يغني ذلك شيء، وهؤلاء ماتوا شهداء في سبيل الله، قتلهم ظلما وعدوانا، فماتوا شهداء في سبيل الله، فكان ذلك موقظا للناس، صار هذا الجمع وهذا الحشد الهائل صار من مصلحة الدعوة إلى الله عز وجل. والذين جاء بهم فرعون لينتصر بهم صاروا ضده وانحازوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، أخذته المكابرة فقتلهم شر قتله. عند ذلك أمر الله موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل من مصر، أن يخرج بهم من مصر فراراً من فرعون، فخرج بهم من مصر فراراً من فرعون. فلما بلغ فرعون ذلك اغتاظ وحنق وتهدد وجمع قوته وجنوده وخرجوا في أثرهم، خرجوا في أثر موسى وبني إسرائيل. فبينما هم عند طلوع الفجر إذا موسى وبنو إسرائيل على البحر، وإذا فرعون أدركهم ووصلهم، فصار البحر من أمامهم والعدو من خلفهم، فقالوا يا موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. عند ذلك أمره الله أن يضرب بعصاه البحر، فضربه فتجمد البحر وصار طرقا يابسة، صار طرقا يابسة وشوارع يابسة. دخل موسى وقومه آمنين مطمئنين مع هذه الطرق طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فدخلوا. ولما خرجوا من الساحل المقابل دخل فرعون وقومه على أثرهم، فأمر الله البحر فعاد إلى طبيعته وأغرق الله فرعون وقومه ونجى موسى وقومه، فأهلك الله عدوهم وهم ينظرون إليه، فنصر الله المؤمنين وأعز المسلمين. وكان ذلك في اليوم العاشر من هذا الشهر، وهو يوم عاشوراء، فصام موسى عليه الصلاة والسلام هذا اليوم شكراً لله عز وجل على نعمته
وهكذا النعم تشكر، والنصر من الله نعمة عظيمة يقابل بالشكر ولا يقابل بالكبرياء أو بالإعجاب أو بالوطنيات والاحتفالات التي لا فائدة منها أو فيها أضرار أو فيها منكرات، لا، إنما تقابل النعم بالشكر. فصامه موسى شكراً لله عز وجل، وصام معه بنو إسرائيل، واستمرت هذه السنة من بعد في بني إسرائيل حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم العاشر فسألهم عن ذلك، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام، لكن سألهم من باب التقرير، قالوا إنه يوم نصر الله فيه موسى وقومه فصامه موسى شكراً لله فنحن نصوم. قال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، لأن انتصار موسى عليه السلام انتصار للحق إلى أن تقوم الساعة، وهو نعمة على المسلمين جميعاً إلى أن تقوم الساعة. فلا يزال الشكر قائماً لله عز وجل في نصرة عباده وأنبيائه ورسله. والحاصل أن النعم تقابل بالشكر لله عز وجل والذكر لله، ولا تقابل بالبدع والمحدثات والافتخار والأعياد الباطلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، أشكره على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم اللسان، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن من الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صوم يوم عاشوراء، فهو سنة مؤكدة. ولكن لما كان اليهود يصومونه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم، لأننا منهيون عن التشبه بهم، أمره الله أن يصوم يوماً قبله، وهو اليوم التاسع، فإن فات فإنه يصام بعده اليوم العاشر، مخالفة لليهود واقتداءً بكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام. فنحن صمنا اقتداءً بنبينا صلى الله عليه وسلم، واقتداءً بكليم الله موسى عليه السلام، وخالفنا اليهود بأن زدنا يوماً قبله أو يوماً بعده. فعليكم بالمبادرة صيام هذا اليوم مع يوم قبله وهذا آكد، أو يوم بعده إذا فات اليوم التاسع يصام يوم بعده، ولا يقتصر على يوم واحد، لأن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لتعلموا أننا في هذه الأيام حصل من بعض الجهلة والمتعالمين والخرافيين والمبتدعة أنهم يروجون على الناس أن آخر العام يختم بالعبادات والذكر، يذكرون أشياء في آخر العام ويعملون تهنئات في آخر العام الهجري إلى غير ذلك مما لا أصل له، فلا تلتفتوا إلى هذه الدعايات. ويروجونها في الجوالات، في النشرات التي توزع أو تلقى في المساجد، فهي بدع ولا أصل لها، وليس لآخر العام مزية على أول العام أو وسط العام، وإنما كل العام كله وقت للعبادة وذكر الله عز وجل، ولا يخصص آخره بشيء لم يثبت
عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فتنبهوا لهذا الأمر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وللعمل بالسنة وترك البدع، فإن البدع إنما تنشأ شيئا فشيئا، إذا تساهل الناس عنها وغفلوا عنها تنشأ شيئا فشيئا، فيجب الحذر والتحذير من هذا الأمر. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وعمل بسنة نبيك وحكم شرعك وأقام دينك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين ودعاة الضلال يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم، وخالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من الحاجة إلى المطر ما لا يعلمه إلا أنت. اللهم اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وارزقنا من بركات السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم أحيي بلادك وعبادك، اللهم أسقي بلادك وعبادك، وأحيي بلدك الميت. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. أغثنا 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 يا ربنا، ولا تؤاخذنا بسيئاتنا، ولا تهلكنا بذنوبنا، وعافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.